بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. دبر عليكم حو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل لنا دي بحلقات لنا هنا إن شاء الله يوم. دي الرب المعبود ندبينا ماله الله سبحانه وتعالى توتر ربنا لنا عبد دي من انتهاج عنا وبدليل يعني ربح قام بالميتو دي باللي انتهاج عنا وقدم الله أمرنا رب العالمين كفانا أمره الله سبحانه وتعالى بل رب العالمين هتو لنا عبد أوروتو الربع وتبل معناها معبود معناها توتر لتعبد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول كل الأمات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني ربي معبود معناها ربي العالمين ومعبود معناها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لرب العالمين الخالق المالك المدبر لجميع الأمور والمستحق للعبادة، عبادة لا يستحق إلا كلنا لا خالق إلا كلنا ودي إلا مالك إلا خالق إلا مدبر إلا مسير الأمور لعبادة لا أستحقها وتوتل خلقنا والذي خلقكم الله سبحانه وتعالى توتل خلقنا ورب العالمين يعني لكن يا أيها الناس بيقول كل الأمات واللي بقدم الله بيننا يا أيها أعوينا معناها نداءته والنداء يعني ليكات وتلاكات له ووجه الله يا أيها الناس يا مخلوقين أنا تربكم قد يعبد الله سبحانه وتعالى والعبادة يعني قنبلق الرب قل بعيدكم سريد قل يتقبي مدير تهاجينا ديبا والآيات ختمي رب العالمين والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي التقوى تبلا تحصل لكم ووقاية لتقبلكم من عذاب رب العالمين لأنكم أنتم أوامرنا يا رب العالمين اتبعكم ونواهي اجتنبكم، عشان كده الله سبحانه وتعالى بركات ودد يباقلكم. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى لا أرد كم سأل فراش وضياء وما هدايا قلنا وصحة لايا قلنا ويسر يا قلنا مشاقتي لأينا ديبا وتعبي لأينا ديبا رب العالمين كم سأل فراش لمشاكل لألو بديبو وتعب لألو بديبو لجاهزة قبا رب العالمين يسر يا قلنا وفقنا ديبو. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. رب العالمين لحسر قلوا وضياء قلنا كم سأل بنا ولمدر اللي وذا قلنا كله قلناسها ليه وقل لي يسريه، فبالتالي حنا أقول لك إن عباد وأقول لك إن يتيع وأقول لك إن أتبع وهدينا رسول صلى الله عليه وسلم قلنا أتبع وأجبنا ولا أعطى ومن حد وهبة من رب العالمين توم قلنا من قبل وقلنا عن مطاع عن لكم ولي أنعامكم رب العالمين بيلا، فإلا مخلوقاتنا كل رب العالمين قلنا سخريه. إمام ابن كثير بيلا الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، إلا كل الخلق لأن أشياء لنا ذكرنا العبادة لا استحق توتو. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرقبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والذبح والنظر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ودليل ميت إلا كل نقر رب العالمين كم سلقبا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالعبادة إلا شيء للسرف من أنبال إقر رب العالمين كل إقر رب العالمين قبي إلا ومن إلا شيء لسرفة يعني
قالنا الشرك بديبو، إشراك بديبو، وكفر بديبو، واللي ما هينا بدليلته. والله سبحانه وتعالى بينا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قلنا لواجبنا وقلنا لازمنا هنا للمؤمنين هنا للمسلمين عبادنا بالله رب العالمين إلا من كل ذكرى لا مبارك رب العالمين قل بعيد يتقبي. دي بحديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك دي بقى ما تساعد تهاجا دي بقى إحسان تهاجا و يعني العبادة الله مبارك رب العالمين قل أوركم سنة قبي حين أمرنا وكم سأل سألا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الإسلام أن تشهد أبو بيلا أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني تعجبنا منه لسأله أنه تنقو الصيام على الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أخمط يوم. والحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث من أوله قلني بلو يعني الإمام البخاري روي حديثته عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن قال بينما نحن جلوس، يعني الإسلام والإيمان والإحسان إلا ثلاث سنعدي بان قلنا تهاجيت أدي كبيرد يبقى حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن إماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله، يعني إلا أن ثلاث سنعت الإسلام والإيمان والإحسان أو الإحسان والإيمان والإسلام اللي دي بالحديث دمنايا وبلا شكر لن ذكريا وإسلام ميتو بيليو رأيو إسلام تشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وأمرام لنا صلاتكم تحدى منينا ونسلم مسلمين مؤمنين وكمان زكاة وكمان صوم وحج بيت وأقوى كمان دي بإيمان أسئلانكم سل بيليه يعني الإيمان أولا بيليو بربت آمن وملائكتنا تآمن وبكتاب لرب العالمين لكريب القرآن تآمن وبرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وبهم تآمن وبيوم الآخر قيامتكم سل الليل اليوم الآخر كم سل بتآمن ولا قدر كمان خير وشر بقول تآمن بك بيليو الحمد لله. ما يعني طيب عن الإحسان، إحسان هي بيليو أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني رب العالمين كمان رب العالمين ترى لك عبده وأنت أنا كفر يوريه لكم أنت بل رب العالمين يريك الله فجل رب العالمين إنها الله أنا قربي ساعة
سنقل أحسن وسنقل جود وسنقل قل إعباد ندأس نيكو مبال قلط ومبال أزيات ومبال مدارات لعبادته بتركيز قل إداية بيه للبل توجيه وللبل حديث نبوي الشريف عن رسول صلى الله عليه وسلم ودي بحديث كالاي الدعاء مخ العبادة بين الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو واحد احتدي وزحمة لي حديني أن رب العالمين لأنها لا سألوني أنتم دعوني يا رب بلو رب العالمين دعاء فتي رب العالمين تذلل فتي رب العالمين انكسار فتي رب العالمين خضوع فتي الله سبحانه وتعالى قلت تسأله فتي ولا استجيب لك لأنه تبي لأنه دعاوني أنا قلها بك معافية للحد ولاد للحد مال للحد رزق للحد علم للحد يسر للحد. الله سبحانه وتعالى وفقه يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.